جلسه رقم 12 اليوم فول هاوس. في اليوم 22 واحد موجودين 100%. اليوم ممكن اجى هذا الزول ياخذ 59 صوت من بعد امبارح بعد المؤتمر الصحفي تبع بولا يعويان ونجاة صليبة يلي قدروا يوصلوا ل 56. ياسين ياسين ونايمي قرروا بالليل انهم رح يتجرعوا السم بما قصدهم انه رح يصوتوا لجهاد الزعور. وكلنا بنعرف اليوم انه مش حيكون في نصاب بالجلسه الثانيه. يبقى المطلوب من بكره من نواب التغيير بكره شو بدهم يعملوا. اليوم عرفنا شو رح يصير للاسف. التشرزم تبعولهم وصل لهون وكل واحد اخذ موقفه. اكيد هلا ما بدنا نظلمهم، هن لا يحسدوا المحل اللي هن عليه، بس لانه حتى القاعده الشعبيه انقسمت بين مؤيد انه ازعور، انه بين السيء والأسوأ، نختار السيء مش الأسوأ. بس هن كلها منظومه واحده بشقه المعارض وشقه الموالي، يعني هي منظومه واحده. ما في عنا معارضه موالات بلبنان عن الشيء. اخر شيء كلهم رح يقعدوا على الطاوله ورح يتفقوا مع بعض. بس مش لازم يبنوا على هذا الشيء. هذا مزبوط. كرمال هيك انا اللي عم اقوله لطارق انه من بكره ناطرين كلياتنا، حتى القاعده اللي كانت ضد اللي عملوه نواب التغيير او اللي مع نواب التغيير، بكره شو رح يكون موقفهم؟ بركي هيدا الشيء اللي صار لازم يقعدوا مع بعض ويرجعوا يعملوا مراجعه على المواقف اللي اخذوها، لانه كلياتنا بنعرف انه نواب التغيير ما اجوا بعمل حزبي للبرلمان ولا منظم، اجوا بموجه شعبيه، بموجه شعبيه اجوا وصاروا نواب. يبقى اليوم كثير مهم نرجع للقاعده الشعبيه، نرجع للعالم ونحكي مع العالم ليه اخذنا هالموقف وشو كان الموقف الاحسن اللي ناخده. يغيروا رايهم من وراء ضغط لازم يحكوا مع الناس والناس لازم تحكي معهم، منهم بعيد هن على الناس. بس هيدا اللي مطلوب منهم. واليوم كيف ما بنعرف بمعلومات اللي عم تجينا انه اليوم رجع نحط اسم قائد الجيش على طاوله المفاوضات من بعد ما صار في موازين قوى موجودة، يعني ما حدا بيقدر يجيب رئيس وما حدا بيقدر يفرض رئيس بقى. يبقى هيدا الشيء رح يكون أكيد بركي باجتماع دولي، بدنا نشوف من الخميس كيف فرنسا عم تتحرك والأمريكان رح يدخلوا على الخط. والأمبيأس رايح كمان والأمريكان رح فايتين على الخط بهيدا الاسم. بس المهم نحن كان قوة تغييرية ونواب تغيير، وين رح يكونوا موجودين هالاستفافات؟ هل رح يكونوا بالتسوية أم رح يكونوا خارج التسوية؟ واليوم كلاتنا بنعرف مين ما يجي رئيس بوجود هالسلطة بوجود هالمنظومة ما رح يقدر يعمل شيء، لأنه إجا رئيس عنده أكبر كتلة نيابية 29 نائب وعنده 11 وزير وما قدر يعمل شيء. وصلنا ما خلوه. كيف هذا الرئيس الجديد؟ واليوم لازم نرجع على القاعدة الشعبية، ومن بكرة نحن متأملين ومنتظرين من نواب التغيير يرجعوا يجتمعوا مع بعض وياخدوا مواقف ويرجعوا للقاعدة الشعبية اللي انتخبتهم. وهيدا نحن متلاحقين. حي 128 نائب عن جد اجوا كلهم جايين هم اليوم اجوا 128 نائب لبيان. يبقى هاي الرساله اللي حابين نوصلها. و ثانك يو. بكره يوم جديد. ثانك يو.